والسنين دي كلاتها وانت راكب عكتافي زي الحبل التقيل يا غريبة. انت تقولي وانا نفس لحد ما حصلت مصلحتك على الجسر والنخل والدوار بي. انا اللي كنت بيدك السلاح الغدار يا غريبة، واخرتها لقحتيني على الجسر انت وابوكي من دون سؤال حتى عن صحة اللي راحت. اثبت مكانك بو ينفخ هتخرس. هتقتليني يا غريب؟ ما كنتش ناوي عليها دلوقتي الحقيقة. لا امال ايه الدور الماسخ اللي عملته ده؟ انا انت ايه؟ انفج مين اللي وزك على جديه يا ويد؟ محدش. ما هو لا ممكن ينفخك الزنخ ده يفكر في جديه. هتبكي. عاجز دليل ضعيف. اقتليني وريحي. لا ممكن اقتلك. ايه ترتاح؟ لا يلا فوت قدامي. لا هتاخديني على فين؟ هتدوار. لا عشان امرغك في النعيم اللي هتقول عليه. لا ما تخافش، ما انتقمش منك يا ويد. انتقام ايه اللي هتحكي عليه يا ست وهيبه؟ امال يعني متدلل بندر ليه يا سيد بستان؟ واه خبر ايه امال؟ ولا هيدعبس على حقه يبقى هينتقم؟ حقه؟ ما واخداش البال. هتتحدد على ايه بالظبط؟ باه وانت يا قهوتك الجديده نسيتك اللي فات كلاتها ولا ايه؟ ابا يا سيد بسام، كنت مفكر انك جاي تقعد معاي نتحدث في البرنامج ونتعشى. عشا بالنسبه لك انت، لكن احنا خلاص نار. اه قرب يصبح علينا. طب افطر. اما ما افطرش دلوقت، فطاري متوخر. صح، خدت البالي دلوقت. خدت البالك من ايه؟ لما كنت حد عمك كان الفطار عيجي متوخر. يا ترى عمل ايه سيد محمد يا سيد بسام؟ مليح. زرته قريب؟ من دون زيارة، احنا دوما مع بعضينا. طبعا قلوب محبين بقى. باه تفكرك راح لفين يا ست وهيبة؟ لا انا قصدي ان احنا البطاينة كلاتنا في كل وقت وكل مكان، مهما بعدت بينا المسافات او طال بينا الفراق برضك دوما مع بعضينا. كلامك حلو قوي يا سيد بسام. عشان اقول الحقيقة. صح، الحقيقة ان قلوبكم كلاتكم صافية وطاهرة. انت وبوك سيد علوان وعمك سيد محمد والست وداد كلاتكم بطاينة اشراف القلب. صح، متشكر منك قوي يا ست وهيبة. عليه امال، انا اقول الحقيقة. قل لي انت عامل ايه دلوقتي؟ مليح. هتشتغل فين؟ هشتغل في احوالنا واحوال الرجال اللي فاتوا ارضهم قهر وعيدعبسوا على حقهم ومالهم. قلبي معاك يا سيد بسام. شكر. وعمك؟ ماله عمل؟ ما هيساعدش في الدور؟ ان كان على المساعدة البطاينة كلهم اخوات واحنا منيهم، ولا حداهم حدانا. ايوه يعني مثلا الرجال اللي عدعبس على حقها دي مش محتاجة كتير؟ كتير زي ايه؟ زي مثلا واكل شرب كسوة ويمكن سلاح. واه انت عندك حد هيبيع سلاح اياك؟ انا؟ لا، انما يعني سيد محمد البطايني اما يحب يساعد الرجالة دي بسلاح هيقضي مين ولا عيجيب منين ولا عيجيب ايه ولا ايه ولا ايه؟ حملة تقيل كله عيهون مدام القلوب صافية بين الاخوات. انما يعني. يعني ايه؟ قولي. مدام المحكمة حكمت بالتقسيم كنت قبلته ولو مؤقتا لحد ما تشوفوا حل. يعني كننا لو قبلناه ما يبقاش هو الحل برضك؟ ها؟ مش عتقولي بعد القبول برضك عنشوف حل؟ ها؟ يعني القبول مش هو الحل ولا ايه؟ انتياك تعبانة من رقصة يا ست وهيبة. انا؟ لا انا. ترقصت كتير والنهار هو قرب يطلع علينا. طبعا اشوفك قريب يا سيد بسام. طبعا امال ايه، من بعد اذنك ولا تحب اوصلك؟ متشكرة، لساي حداي حسابات وشغل كتير. مع السلامة. الله يسلمك.
طب رايح الدور مال خبريه وقال منك ليه؟ بعدوا عني مالكم بيه؟ ولا هو دورك ده؟ ما كانش العشم يا عباسي تغدر بدافي، لكن مش هسمح لك بيها واصل، وهعرف كيف احاسبك عليها. فوت هواد منك ليه؟ كتر خيرك يا ست وداد. كتر خيري على ايه؟ انت مش جاي من سفر عشان تقابلني او تقابل بوي؟ ايوه. يبقى لما اقول للرجال اللي واقفين حراسه يهملوك تدخل، يبقى كتر خيري في ايه؟ كتر خيرك على المقابله الكريمه دي يا ست وداد. طب تعال اقعد يا بطايني وحدثني جاي في ايه. بطايني وجاي يقابل الست وداد بنت البطاينة ولا ابوها، يبقى يتحدث في ايه غير في دور يخص البطاينة وحديه؟ فوت يا سيت على الدوار. انت ادي خبر لسيد محمد انه وصل؟ لا عراحتك يا سوداء، اياك هو مش زي باقي الضيوف اللي بدي بيهم خبر لسيد محمد. طلعي خالقك برا خشمك يا سيت. با وخلقي هيطلع برا خشمي ليه يا سوداء؟ الخرمانه يا ستيت. با هي الوليه دي عتدخن؟ عتدخن من الغيظ. دي بينها دور كبير وحديها. المهم خلينا ساكتين دلوك. ليهم مال يا ست وداد؟ ستا حاضر يا ست وداد. جاي لي في موضوع؟ لا يا ست وداد، النحلة اللي فكرك راح ليها الخير كتير والحمد لله، البطاينة كلاتهم مش مقصرين. خير أمال، في حاجة جدت؟ دور يخص أبوكي واحد من أعمامك، بسك مرضتش أتكلم قدام الولية دي. عملت طيب، فوت معاي. أيوة، مش واجب برضك تبلغ أبوك إني جيت؟ جرى لك إيه يا مسلم؟ إياك بوي هيأجل مقابلتك أنت مهما كان مشغول؟ فوت يا راجل أمال. خش يا ويد، مالك مستغرب كده؟ هستغرب على عم غريب اياك. قرب ايه هنيه جار يا غريمة وقعد قبالي. لا اصلا ولا فصلة، انا برضك متشوق اتحدث مع شديد يا غريمة. ايه كيف حالك دلوك يا شديد؟ مليح. با امال كنت؟ لا كان ولا كان، انا اتحدث معاه. اخلص انا بقى خبريه يا غريمه، هو شديد ده مش برضك ولد اخوي وجوزك يا غريمه ولا ايه؟ كانها حكت معاك الدور اللي حصل ما بيننا في الليل. حتى ان كانت هي حكت لي، احب اسمع منك انت. انا كنت اقول يعني انك ده قاعد على الجسر. قاعد زي الصقر على الجسر بتحرص بعينيك ومعك رجالة متمريس عليها. ما قلناش إنما يعني ايه عايز ايه تاني؟ غريمة تقعد معاك على الجسر تشوف مصالحك. باي امال عشوف انا دلوقت مش مصنع ولا ايه؟ ما قلت لك اصبري لما اتحدث معاه. ايه مش برضه هو ما حدهوش خبر باللي هيحصل؟ لا حداي خبر. هداك خبر بيه كده؟ اهو كل يوم في شبطة عالضيق مع البطاينة. وسببها ايه الشبطة اللي عتقول عليها دي يا شديد؟ هم طبعا. لا ضع. ايوه سببها احنا مش هم يا شديد. ليه هم؟ لازم ان تفهم. مش واحد منكم انا وشريك في اللي فات؟ وليك منابين من حقك. احنا لسانا ما تحدثناش في الدور ده، الاول اعرف ايه اللي هيحصل. عايز تعرف عشان تبقى فاهم، ولا عايز تعرف عشان تبقى راسك براسنا برضك؟ وانا اياك يعني عشان اتعرك على الكرسي ده بقيت خليص من دور راس زي الناس. كل برغوت على كد دمه واللي دمه ساح. يبقى ما حداهوش دم. بح
أمال إيه؟ لك منافي اللي فات ضار نبقى نتحدد فيه، إنما اللي حاصل واللي هنعمله عايز كمان يبالك منافيه وانت قاعد كده. ملوش عايز الكلام في الوجيعة يا عمي. عمتي بطبع نتحدد في اللي فات. نتحدد مش حقي برضك؟ إن جينا للحق الصح ما حدش من غرايبه له حق واصل في الأرض دي، ولا ياك عشان ما احنا ملعوب وعملينه وتحصلنا عليها غصبانية. الكلام ده جديد يعني؟ هداك غيره؟ انت عتقولك ده دلوك عشان انا ما تحداش. لا اتحدد سريقة وغصبانية ولا لا؟ الحرامية عتتقاسى. ها مش لما كل واحد يقدر يشيل نصيبه على كتفه ويروح لحاله يبقوا يقاسمه؟ واه يعني 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 الأرض دي دلوك محتاج حماية كل دقيقة ومراعية في زرعها كل طلعة شمس وغمضة ليل. تديه تاخد منيه. وانا اياك ما اديتش ولساي عدي. وعلى كد ما عتديه عتاكل، ولا ياك الوكل اللي عتطفحه ده هتلقحهولك الغربة والحدادي. كهنته الدور ده سابق على علوان يا غريب. وما انت عارف اني كهين قوي قوي كده جاي تكن معاي. لا غلطان صح. تحب غريبة تعاود بيك على الجسر ولا عايز تقعد معاي هنه نكن سوا مع بعضينا؟ اللي عقول عليه صدقني وفداك دقني عمشهولك على راسي. اصدقك صح. وما ليه يا ابو عقل زنخ فكيرك اياك ان اصدر اي واحد لشغله هو مش مقتنع بيها عشان يعملها من دون نفس ويجيني نزناز من وراها كل دقيقة؟ انا ما قلتش اني هعهص الجسر من دون نفس، انما يا ابوي النفس كئيبة والمصيبة ما تحصلش الا من نفس الكئيبة، وديك قلتها بعظمة لسانك. يبا مش هتعاود الجسر. والجسر خاطر يتمريس على الرجال اللي هناك. خاطر؟ ايه ماله عبيط وعقله زنخ؟ اخف بلا من الكهين اللي عقله زنخ. وشديد هيعمل ايه امال؟ هو مش اللي يريحها المشاركة والمريسة؟ خليه هو الريس على الرجالة اللي عتقاتل البطاينة. مالك اتفزعت كده؟ لا ابدا، اصلك دخلت من دون صوت وتحددت انه بقى واحده في خلقتي لطع. انا ما اتلطعش في خلقتك يا وهيبه زي انت ما كنت هتتلطعي. اخرس كده. اخرس نوبه واحده؟ امال ايه اللي جاي تقوله ده دلوقتي؟ هتتجوزيه اياك. ومين ده؟ بسام. ها قول غيرها. بسام اشرف من انه يتجوز من ناسنا واللي معاه. اما ليه الدور بالمظبوط؟ ده شغل انا بقى. بيع اياك. وانت لك صالح بيها؟ اشتري. لا بيه. امال مش لحسابك؟ ادفع اكتر. لا ما تخصكش. امال تخص مين؟ لما يكون لك حاجة تخصك تحب اقول لغيرك عليها؟ لا امال ايه انت عدعسس على اللي مالكش فيه؟ ابا انت صح طلعت في المعلمة نبا واحدة. مش كديها يا مين قالك ده؟ انت شايف دمك رضعاها عن ميتك وخلت الغريمة. القصد في في اللي جاي تكهن فيه؟ لا ولا حاجة، انا كنت جاي بس اعرف انت عدبي. لا أباي. طب دور الدار في راسك الاول وبعدين اتكلمي. ولا حتى ما تكسر راسي هتعرف اللي فيه. حتى لو دفعت لك اللي عقولي عليه اللي انت عتشتريه مني وترجع تتاجر فيه انا اولى منك بيه. تتجوزيني؟ لا ما فضياش دلوك خلاص يا عباسي. وماله بلاش منها الجواز وبلاش منها الكهانة دي. خلينا في السكة العدلة. التجارة دي يعني اما احب اشتري منك ابيع لك زي الباقي. والمقابل في الاتفاق ده بايه؟ قلت لك زي الباقي. لا امال
حسك عينك أعرف إنك اشتريتي من حدايا عشان تبيعي لغيري. اسمع يا وهيبة، أنا لساي لحم مر. يعني عقلك يقول لك الواد يوسف ولا المعلم؟ لا موافقة. حاجة تانية. نعم. بربا يعني أحب إنك تبيعي بيعة لحسابي؟ لا. ليه مال؟ مش هتقبضي حقك؟ أنا ما أشتغلش سنسارة. مال هتشتغل إيه؟ اللي أنت عايز تبيعه أشتريه أنا، وأنا اللي بيعه بمزاجي. ده أنت اتغيرت قوي يا وهيبة. الزمن هيعلم الواحد ويغيرنا يوم عن يوم. لا وانت الصادقة، دي الحية هي اللي هتغير جلدها. عباسي، تعرفتي دلوقتي أنا هشتغل كيف؟ عرفت يا وهيبة. لما يبالك حداي مصلحة من شغلي وبتفضل. هتطرديني من قهوتك وهيبة؟ ما فيش تجرع تطرد زبون جاي يشتري ويبيع، إنما ينبط ويلمح بتهديد ده الشي اللي ما تقبلوش وهيبة دلوة. ومن دون شمعنا دلوة؟ عشان دلوة أحلل الدور مليح، يبقى لازما وحتما خوي علوان يقعد معاي أنا والإخوات كلاتهم. على كل حال مع المرسال اللي بلاغ الحال. خبر إيه وإيه؟ أنت مش هتقدر تفهمني ولا إيه؟ بقى أنا اللي بقول عليك نبيه ومخك صاحي خيبت؟ لا أرجوك يا سيد محمد. أنا أنت إيه وإيه؟ انت مشيعك خوي علوان في دور له فيه وجهة نظر، وانا ليا فيه وجهة نظر تانية، يبقى ازاي اوافق على طلبة وانا مش مقتنع بيه؟ في دي عندك حق. اما كونك جيت حداي فمرحبا بيك، فيه موضوع من غير مواضيع بطايني والدلة في دواره يا مسلم. كلام صح ومليح، بس يعني اعرف لنفسي بربا يعني سيد علوان يحب يستفسر عشان من دون ما يعرف الدور مليح بربا يزمك. في دي معك حق. انا اقول لك على السريح. تفضل. هتقول ان الغرايب عيدقوا شبطه عتضيق كده مع الرجاله هنا وهنا. صح، عشان ياخدوا الدور الباقي يبنوها رجالتهم واحنا حرمنا ولدنا يتشردوا. خلاص خلاص، انا حفضته الموال ده. ويعني انا عقوله من دماغي؟ مش هيعد بيه خوي علوان وتقال اصله في كل مكان. صح. بقانا وعوذ بالله من قولة انا ليا فكير في الدور ده من سكة تانية. خير. بقى العركة الاخرانية اللي فاتت دي كسبنا فيها كتير، على قد ما خسرنا لكن برضك نقدر نقول ما خسرناش جنب المكسب الكبير اللي كسبناه. كلام مليح، بس كسبنا ايه بالظبط؟ كسبنا اننا وقت الشدة بقينا كلاتنا يد واحدة، رجالة البطاينة كلاتهم صبحوا قلب واحد وراجل واحد. صح. ومدام ده صح، ليه ما نباش دوما نقده بشدة من غير شدة؟ ليه ما نباش دوما راجل واحد ويد واحدة؟ صح، معك حق يا ابوي تقول انك عتحلل الموضوع مع الخوات كلاتهم، وانا ما علي الا. ما عليك الا ايه؟ انت عليك كتير يا مسلم. هنا امال اذا ما كانتش الرجال هتفهم الحال كده يبقى ايه اللي احنا هنقدر نعمله؟ وانا ايه اللي اقدر اعمله امال يا ابوي؟ كتير كتير يا مسلم، ولا ياك انت فاكر انك هتاخد الموال في خشمك سلوة؟ سلوة كيف؟ هو الموال مش برضك سلاح؟ اكبر سلاح في الدور اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح يا مسلم. ان كان كده يبقى عقول مواويل. لا يا مسلم، هو موال واحد بس، الدور ده كفاياه موال واحد. اخويا وشقيقي ده احنا سوا فكرة، طريقك طريقي وللولاد بكرة، ونفضل علامة ليوم القيامة وعالتاريخ ذكرى. ده يوم السلامة في صحوة كرامة، بتنور الفكرة اخويا وشقيقي ده احنا سوا فكرة.
اللي هقولها دلوقتي يتنفذ بالحرف الواحد مش امر مني، لكن الواجب علينا كلاتنا يحتم علينا كده. فتح ودانك منك له مليح، عشان انا اتحدث انا مش طالل عليكم، برب حد ياخد الباله. ومن دون ما حد ياخد لباله، اول ما تبتدي وهيبة تنهرك صوتها وتشوفه بسام قايم، اسبقوه برا القهوة، اتفتحوا عينيكم بالمظبوط ليفط منكم زي المرات اللي قبل دي. علام وخلصتم، وهاليكوا دفعوا الثمن حراق قوي من عراقهم ودمهم، وما عادوش قادرين يتحملوا وحديهم وجهة غريب ورجالته اللي كل يوم نازلين فيهم طحن وطرد من دورهم. الدور دلوك عليكم، ده المغريب ورجالته يقبصوكم هنا واحد واحد زي الجنازير لع، سلاح متخبي هناك في الأرض عشان تتجمعوا وتدافعوا عن حقكم. حقهم يقوموا دلوقتي الولد اللي مع بسام قبل عبيسي ما ياخد البال منيهم هو ورجالته. تفتحوا عينيكم مليح وترجوا برجالة عبيسي انه بادي هيعملوا ايه بالمظبوط. صح بده، احنا اصحاب الحق، واحنا اللي ندافع عنه بذات نفسنا، واحنا اللي نسدر للدور قبل اي واحد من البطاينة، ويبقى اللي عليهم انهم يقفوا ورانا يسندونا. على مو مشيت الحديد في الدور ده دلوقتي ولا مكانه هنا، ما نتقابل في الليل زي الاتفاق، بندور الدور مليح مع بعضينا ونشوف هندبره كيف. خذ البالك مليح منك له، عشان وهيبة هتختم رقصتها. تسبقوا منك له، وهيبة ابتدت تختم رقصتها، والولد بسام هجان فز. هو اللي قام ولا مين؟ فوت وراه يا ولد جوام. قاعد وحدك؟ نايم على ودانك؟ ما تصحى مالي يا ويد وتحددني. باي مال فين غريمه؟ ما عرفش. لف الده وتهدر المال وكلمني زي ما اكلمك. حصليها عن فزعه دي كلاتها. طبعا
ما دام قاعد في الدوار سرحان في الاحلام يبقى هتضرب اللي هيحصل. طب يعني حصل ايه يحتاج مني احماله؟ حصل ان البطاينه بقى البطاينه عاد انا غيرهم نفكر فيه مال هيمدوا يدهم ليد بعضهم ويبقوا يد واحده مش بطاينه مع بعضيهم بقى. طول عمرهم تفكرهم كل واحد في حاله وفي ساحة الشده يبقوا يد واحده صح. الدور الباقي علينا احنا اللي طول عمرنا اللي شوفنا يقول يد واحده واحنا هنفكر كيف الويد ياكل بوه. ولقيتها اللي واكل بوه ده يا غريب. كنت فين انت قبله؟ كنت عاد ابس عواكلك. خبريهم مال؟ خبريهم مال انت ما ادخل عليك القاك عتقول اللي سمعته. فضك من اللي سمعتيه واسمع اللي اقوله. اعرف اللي سمعته. اللي سمعتيه مش مهم، المهم البطاينه دلوقت. اللي يهمني اعرف اللي سمعته. حصل ايه يا شديد؟ انا عارف له حال اهو داخل يتدسس عليا وانا قاعد هنا ويقول نايم على ودانه وابصريه. حصل ولا لا؟ قاعد تحلم وتتملى في الدوار قوي 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 حتى انك ما دريتش بيا وانا داخل عليك. يبقى معناتها اهدي وقت يا شديد. ماله شديد يا غريمه؟ لا فوق لروحك مريض هناك حدا ولد اختك يوسف هو والمعلم وهم هيخصهم ايه في الدور ده؟ عاد اللي يخصنا يخصهم عشان اللي يوضرنا يوضرهم. وهالفرصة جت لحد عندينا من البطاينة. ماشي رسيني معاك على الدور اللي في راسك الكحين ده. كنا عندك شبطة كل يوم والتاني لهم مال مش عشان نفتري على الخلق ونقول جاي يوسف جاي معلم وولد اختك عيدينا ويتحكم فينا بالقطارة. صح الصح دلوك إما كانش هو والمعلم عيفرطوا يدهم بنطرة نطر علينا بكل طلباتنا عنفوتها تروخ على راسه وراس كل الغرايب اللي حداهم. فوتي حاضر قادر يفوتها. ومالك متفزعك دي؟ أنا مش زي غيري لا عهدد ولا عكتم. أما ليه معناتها إنك تجيني في وقت متوخر كده بعد ما شطلت القهوة؟ صوتك ما يعلاش عن ودني دي. حاضر بسام كان قاعد الليلة في القهوة مع ولد من البطاينة اللي عيتعلمه هنا وهب فص ملح وداب راح وين؟ هو ده اللي مفزعك جوك ده؟ يعني عارفة هو فين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ تلقاه هذا واحد من أصحابها البطاينة اللي عتقول عليهم. لا كلاتهم روحوا عدورهم من غيره. أما النهار يطلع بروب قبله في الكازينو وبروب لا ليه مال حدك خبر بحاجة كده ولا كده؟ رجالة عبيسي كانوا قاعدين هم كمان في القهوة وأول ما قام بسام وخرج فطوا هم كمان. قصدك ايه؟ فطوا وراه؟ لا الدور القديم اتجدد بينهم. اياك دور ايه؟ دور وداد. ما وين اللي جاب سيرة وداد دلوك؟ ليه مال مش قابلت عبيسي هنيه في القهوة وحديكم؟ صح وحصل ايه؟ لا لحد كده وده يبقى شغلنا. هتقول ايه؟ انت ليك مهمة حداي هنفذها لك ومالكش تسأل في اللي ما يخصكش. اكده ايوه اكده. امال ايه فكرك انت؟ عشتغل لحسابك الخصوصي؟ وليه لا؟ ايه عبا قرد من تاني وانت اللي هترقصني؟ وليه ما تقوليش رد جميل عملتولك؟ زيك زي غيرك يا يوسف. فركتش عن خالتك غريمة ولا جدك غريب ولا حتى المعلم وعباسي. خلينا في اللي حاصل دلوك. عايزة تشتغلي لحساب مين؟ لحساب نفسي. حية وتفيتي. ايوه وانه بادي مستعد اوضر الكل بسم ناب واحد. ها تبي ما واخداش البال من روحك مليح. لا ده انت اللي ما واخدش البالك. انا كديه كبست الدور في يدي مليح. يعني من غير ما تخلق ما بيني وما بينك عداوة. يلد عليك تشتري اللي طلبته مني اهلا بيك. ما يلدش حدايا اللي يشتري ويدفع اكتر ويبيعه لك باكتر واكتر. مين؟ عبيسي؟ لا غريمة. عالقوة غريمة. الظاهر اني كلامي ملدش عليك يا معلم. انا مش قلت يوسف. هو مين اللي عيد الاوامر للتاني؟ حضرتك ولا يوسف؟ لكن انا قلت انه مسؤول عن دور غريب ورجال تكلاتهم اللي هني واللي هناك. يعني لو وافق يوسف على طلباتي عتوافق عليها انت كمان؟ تمام. حتى لو كانت طلباتي دي مش لد عليك. معناتها ايه الكلام ده؟ معناتها ان جنابك انت يا معلم اللي عتدي الاوامر ليوسف وفي يدك تقول ايوه وتقول لا. تمام. بزمجان ليه اني جيت لك انت طوالي؟ وكان هيحصل ايه اما تقوليها ليوسف طلباتك دي ولا بتناقش مع اهلي؟ اول هام يوسف مش موجود هنا دلوقت.
تاني هام ان يوسف لو استدر بالدور على طريقته عيجي عليه يوم يبقى عبيس التاني. اقول ايه؟ اقول انك عايش هنيه مع ناس مشكلاتهم ناسنا، ولما يبقى يوسف هو المعلم بتاعنا تبقى قسمت المصلحة ما بينك وبينه ولا لا؟ انت جاية قصد ايه بالمظبوط؟ قصدي ان عبيسي خبص ما بيني وبين بوي من ناحية، وبيني وبين شديد من ناحية تانية، واحنا كشفنا الملحوق ورضينا شديد رغم انفنا. وده دخل ايه همار؟ دخل ايه كيف؟ مش دي فرصة لعباسي انه ينفخ فودان يوسف عليك لما يلقاه متمريس كده؟ الحل يا تدي كلاتها دخل ايه في الدور اللي انت جاي تحكي فيه معايا عن البطاينة؟ هو عبيسي دلوقت مش ليه مصلحة مع البطاينة زي ما انت ليك مصلحة معانا هنا؟ اه. ومصالحة دي بعد اللي حصل مش اندرت وبربت توقفت؟ اه. يبقى ان ما كنتش تلحق الدور من اوله بيد جامدة يبقى هيفلت الدور من يدك ويفشكله لك عبيسي ولا لا؟ والمطلوب يا غريم يعني عقول مدام احنا يدك اللي عرقبة البطاينة وحارسين لك مصالحك عداهم مش يبقى برضك اصح انك تقول يد دي بالسلاح ولا ايه؟ ايه وبعدين يا غريمة؟ وما البطاينة يتبعوا كلام محمد البطاينة ويبقوا يد واحدة مش ده برضك يفتح السكة لاصحاب الجداد اللي عيديله سلاح؟ مش دي تودر مصالحك ولا لا؟ ما كلات ده لفهمة مليح. لا فايت عليك انك جرست بنابك على عبيسي وان ما عيفوتها لكش بالساهل دي. خبره ما انت عكرك بالدنيا كوم واحد وتقعد على راسها تصوتيلي ما عشان تلحقنا وتغيتنا وهم البطاينة كانوا قاموا ينهشوا فيكو. خبره يا معلم وانت تستنظر اما يقوموا علينا ينهشوا فينا ولا ايه؟ اصلكوا بالصريح كده اول ما عتلقوا روحكوا شميتوا نفس عالضبش وضبش في الخلق من دون داعي. لا اللي فات كان عبيسي وراه وفات ومات عبيسي معاه احنا بدلوك عشان كده لازم استوعظ منكو ليفوت دورنا كمان وفوت معاه. خليس يبقى خلينا لما نفوت كلاتنا مع بعضينا في دور واحد. لا اطمني انا واخد لي بالي بالمظبوط وفي الوقت اللي عشوفه مناسب. لا يظهر ان احنا غلطنا صح اما نفضنا يدنا من عبيسي. يبقى اسمه تهديد ده ولا نفوت لك الجسر باللي فيه ونيجي كلاتنا حدا قرايبنا اللي هنا؟ لا ده انتوا تاخدوا عليا اللي عشوف بيها واقعد اعمى هنا بس كنتوا تفضلوا هناك بعيد. اه يعني موافق على طلباتي يا معلم؟ موافق يا غريمة. يبقى كلامك ماشي على راسي يا معلم قد اللي طلبناه 10 نوبات 10 نوبات وعشرين نوبة كمان لحد ما نتحصل على حق أخوي علوان. وحد فينا اعترض على المبدأ؟ لا المبدأ صح مليح لكن الأهم من المبدأ ذات نفسيه الطريقة اللي عيتنفس بيها. ياك انت مش واثق من الطريقة اللي انا مجهزها انا واخواتك التنين دولك. طب ويش رأيه لما نعرف الترتيبات ولا هو سر على الاخوات؟ لا المسألة ما فيهاش سر زي ما انت مفكر يا اخوي انما يعني مدام الدور يخصني انا واخواتك التنين دولك. بح امال دعيتنا كلتنا ليه؟ عشان يبقى حداكم علم بالدور اللي عنقوم بيه وبرب يعني الظروف تخلينا نحتاج لمساعدة ولو اني ما ظنيش انه بادي. بح والمساعدة اللي عتقول عليها دي مش برضك محتاجة ترتيب؟ والترتيب ده مش يلزمه نعرف الدور اولها ايه واخرتها ايه؟ انا من يوم ما اتفقت مع اخواتك التنين دولك ما سمعتش حد قال لي اوله ولا اخره. ما هو ده كمان ما يبقاش اسمه شور على الاخوات زي ما شيعتنا نقول. ايه ما عادش حد واثق فيا انا ولا ايه؟ باه طب وانت تاخدها في فكيرك ليه كده؟ ولا يبقى احنا كمان ناخدها في فكيرنا انك مش واثق فينا احنا كمان؟ عشان احنا الثلاثة اللي عندق العيطة عشان احنا الثلاثة اللي في المواجهة. ايه العبارة بالمظبوط يا اخوي؟ ايه المواجهة مواجهاش وكلام ما تغزاش ملوش عازة واصل في الشور مع بعضينا. الظاهر انا والاخوات دولك غلطانين علشان لا الغلط ملوش عازة لا انت غلطان يا اخوي ولا احنا كمان حضانا غلط واظن اللي حصل مننا في الدور اللي فات يخليك تتراود معانا المرة دي. خبريه عاد انتم متفقين على المعارضة ياك؟ اللي حصل في الدور اللي فات انا اتحملته انا ورجالتي وحدينا. لا 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 احنا ما جيناش عشان ده يقول انا ده يقول انا
احنا جايين نتراود ونشور مع بعضينا. فيه شور في الدور ونبكلاتنا على نور يا مرحب. كمل اللي عايز تقوله. عقول ايه يعني؟ عايز تقول اذا ما كانش فيه شور على نور يبقى ملهاش عازة مرحب دي. مش خوف اننا ما هنطلعهاش من خشمنا يا محمد، انما الجفوة اولها زلة اللسان. سمعت اخوك اللي ورا ظهرك لازم هيقول ايه؟ الدور ما يتحملش كلاد ده. المسألة ان غريب والرجال ده دلوة مستكتين، خصوصي بعد الموال اللي ملينا به الدنيا اننا عنبه يد واحدة. وفي الحقيقة ان من مبدأ الدور غلط اللي قلناه، ما احنا طول عمرنا في الشدة يد واحدة، يبقى لزمه ايه الطنطنة اللي هتفزر من دنداعي. ما تقول حاجة يا علوان. اقول ايه انا؟ اسمع باقي الاخوات في الاول هيقولوا ايه. انا اللي في الوجيعة اتحدث عشان ابقى صاحب الوجيعة. اباي حتى انت يا علوان يا اخوي ما عايش تتحدث. واتحدث ليه انا؟ اذا كنت اول ما قلت جاي يا اخوات كلاتكم ما تأخرتوش، قلوبكم ودوركم وسلاح وفلوس، يبقى ماليش حدا حد ملامة. تبقى الملامة علي انا يا علوان. جرى ايه يا اخوات؟ احنا يعني خدنا الدور في دوامة والظهر ما واخدينش البال من شيء اهم من اللي قلناه. عقول يعني احنا حتما علينا نقول ان احنا اتفقنا نبقى يد واحدة. اقله ما نشمتش فينا واحد زي عباسي ولا صاحبة ولا كمان المعلم ولا صاحبنا اللي هناخد منه السلاح. واللي ما بيننا وبين بعضينا نصفيه على هوادك ده، كل واحد يقعد مع التاني على رواقه ولا ايه؟ ايه باه؟ امال يعني قالوا متفقين؟ يعني خبريه امال عسالك ترد بالقطاره. ما قصديش يا معلم، صح قال انهم متفقين، لكن الظاهر اخوهم الكبير ده واخد المس على عصبية، تقول طار في نفسه وعايز يخلصها. وتفكر يعني ان الصحة هيعملها وحديه؟ وحديه لا، برب يكون معاه واحد من الخوات وبرب التنين اللي قال عليهم. وانت رأيك ايه امال؟ ملوش عايزة نسبق الحوادث. با احنا من وقت الدقة اللي فاتت والمحكمة بذات نفسيها هي اللي قالت حرس من عنديها يحجز ما بين البطاينة وبين غريب ورجال تعجز. صح. يبقى حتى ان كان ناوي على شيء يعمله هيبقى فيه فرصة من التنين، يا اما يطبش في الحرس بتاع المحكمة ويركب الحج والمحكمة تاخد حقها، يا اما يقول للمحكمة لم الحرس بتوعك وتبقى المحكمة حرة وياه، وهي برضك فرصة. افارم عليك فاهم الدور مليح. المهم ان غريمة تكون فاهمة الدور مليح هي كمان عشان ما تروحش تطبش زي الدبه. باه مش حال ما كانتش خالتك يا ويل. خالتي نعم، جدي غريب نعم، انا منيهم ميت نعم، انما خالتي ولا جدي ولا قرايبي كلاتهم حتى العايط لحد عندينا لع والف لع. واعي قوي. عشان كده عقول اضرب لي بلطه في المنطقه، حدا غريمه وحدا البطاينه بالمره، اجس النبض من دون ما حد ياخد لباله، وبالمرة تطمن إن كان السلاح وصل على الجسر ولا لا، وبالمرة ناخد لغريمة حتتين سلاح. يخرب مطنها ومطن اللي معاها على الجسر، يعني دي كبش السلاح بالحفان لحد ما طرطرت فوق الودان، تاخد لها إيه تاني مال؟ بدل ما تجيلك من ورايا تلف وتتكهن. لا أنا ما يخشش علي طوارة ولا يلف راسي كهانة، إنما اللي عيني خلقي ويصدر في حلقي الدي واللح. وما تأخذهاش يعني يا يوسف، خلتك كنها ولا جد غريب ما يتوصوش التنين في الصفاقة وكلاحة الوش. أباي 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 أباي، ده أنت يا معلم مبقوق منيهم. على الآخر يا يوسف على الآخر، روحي فطت من أنفي زي الهرة ما فطت من أنف الأسد في سفينة نوح. باه ليه مال؟ هي غريبة تبقى الفارة اللي خربطت سفينة نوح دي وليه؟ عفارم على اللي علمك الكتوبة، هي الفارة. فرع يرعص في عدبي من ساعتها. كأنك مش هتصدق يا وهيبة ان قلت لك ان جاي لك دلوقتي استقصى منك عن بسام. عباسي الملعوب اللي هتلعبه معايا ده خلاص ما عدتش اكون منه. ملعوب ايه؟ فين بسام يا عباسي؟ حباي
انت ما هتفهمي الصح ليه؟ انا اللي جاي اسالك دلوك ولا انت؟ رجالتك تخافوا اول بسام مهمل القهوه صح؟ هما قاموا وراح علشان انا وجهتهم الثلاثه يركبوه هو ولولد البطاينه اللي كان عايق معاهم كل ليله. لكن اللي لكن ايه يا عباسي؟ هتقول ان رجالتك ما يعرفوش عنه شيء واصل مش كده؟ اسمع يا وهيبه، انا عمري ما وقفت في موقف ادافع فيه عن روحي وعن رجالتي الا دلوك. يعني ايه؟ الارض انشقت وبلعتها واكتر من كده. رجالتي راحوا يستقصوا عن بسام حدا الولد البطاينه بعد ما هملوا القهوه وكل واحد عاود على داره اللي سكن فيها، ما لقيهمش هما كمان. هتقول ايه اللي حصل؟ معقول يكون هو اللي دبر الملعوب ده؟ هو مين اللي هتقولي عليه ده يا وهيبه؟